من نجوم النادي الاهلي وما شاء الله حاصد كل البطولات العام الماضي. مش عايز احسده، تعالوا الاول نرحب بكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول سيدات للكره الطائره. كابتن حمدي اهلا وسهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن ميدو، اخبارك ايه؟ بخاف احسدك والله، فدايما ماسك الخشب ما تخافش. الله يخليك حبيبي يا كابتن ميدو. حبيبي كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. وانت طيب يا كابتن ميدو. طمنا عليك بقى وعلى فريقك اللي ما شاء الله رافع راسنا على طول. والله الحمد لله، احنا ابتدينا فتره الاعداد من اسبوعين والحمد لله. يعني طبعا في الفتره الاولانيه دي شغالين شغل اللياقه البدنيه وتجهيز اللعيبه طبعا للموسم الجديد. استعاده الشفاء من الموسم الشاق اللي هو الماضي، وبالاضافه طبعا لتجهيز اللاعبات اللي هم كان عندهم اصابات في اخر السيزون وكده. يعني فتره تجهيز لبدايه الشغل الجامد الفتره الجايه ان شاء الله. يعني يا كابتن حضرتك حصدت ما شاء الله الرباعيه العام الماضي. الحمد لله. دي بتديك حافز؟ ودايما بسألك السؤال ده يا كابتن لأن أنا بحب أعرف المدرب الناجح واللي معاه فرقة ما شاء الله بتنافس على كل حاجة وبتاخد كل حاجة ما شاء الله، بيجيب لهم الدوافع إزاي تاني؟ وإحنا اتكلمنا قبل كده أنا وحضرتك قلت لي كفاية اسم الأهلي، لكن أكيد بتلاقي دوافع تانية تديها للاعيباتك عشان يواصلوا هذا الانتصار وتحقيق النتائج المبهرة بصراحة وحصد كل البطولات. والله يا كابتن ميدو، أهم حاجة اللي إحنا بنحاول نعمله دايما للعيبة ان احنا نجد لهم حوافز جديده. حته المنافسه بين اللاعبات ديت، لازم عمليه المنافسه في كل مركز من اللاعبات دي بتساعد جدا الارتقاء بمستوى المجموعه ككل. كل ده احنا شغالين عليه الفتره ديت، بحيث ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه بيبقى عندنا اكثر من لاعيبه مميزه في كل مركز، ونقدر لان احنا هيبقى في عندنا مشاركات كثيره السنه الجايه. اكيد اكيد. يعني كابتن حد مشي من عندك، جبت حد جديد، كلمني برضو عن تدعيمات ولو في حد لاعيبه رحلت او حاجه. والله احنا السنه دي عملنا صفقتين، سراء امين لاعيبه نادي الشمس ودعاء محمد لاعيبه نادي الزمالك من العناصر المميزه طبعا، بالاضافه ان احنا الحمد لله جددنا لكل نجوم الفريق بتاعنا، فريق كامل نجوم بتوعه جددوا السنه دي الحمد لله. فالحمد لله يعني عندنا عناصر تدعيم كويسه وعندنا العناصر النجوم بتوعنا موجودين، بالاضافه ان شاء الله باذن الله يعني نشوف محترفه الفتره الجايه. هندرس طبعا التعاقد مع اللاعيبه اللي كانت معانا السنه اللي فاتت الاوكرانيه، كانت ادت اداء عالي جدا. ونشوف ان شاء الله ناخد موافقه مجلس الاداره على التدعيم بيها باذن الله. انا كنت اسال حضرتك، انت حاطط عينك على حد معين، انت قلت لي اللاعيبه الاوكرانيه. هي الحقيقه ادت معانا موسم قوي جدا الموسم اللي فات، وادت كل البطولات بمستوى عالي، فان شاء الله غالبا بنسبه 90% هتبقى موجوده معانا. على ما اعتقد يا كابتن كانت كاترين، مش كده؟ لما كنا احنا انا مستضيفكم كان ليا حسن الحظ ان انا استضيفكم في بالظبط. وفاكر انا سالتك سؤال سالتك سؤال قلت لك ليه بتمضي سنه ما بتمضيش سنتين؟ شفت بقى. ما هو احنا بنمضي سنه، زي انا رديت عليك وقلت لك ساعتها احنا ما بنبقاش ضامنين النجاح الكبير بالظبط بالظبط، عشان كده بنشوف لو نجحت التجربه وادى اداء عالي بنجدد له ثاني سنه. يعني هو عاده اللعيب لما بيجي بيندمج في المجموعه وبيشوف النادي الاهلي بامكانياته بجماهيره ببطولاته بيحب هو من نفسه يجدد. يعني هو مين اللي بيطلب يا كابتن السنه؟ ايه حضرتك ولا اللعيبه؟ لا احنا بنقدم موسم للاعب، موسم بكل حاجه بحافظه براتب بكل حاجه، وبنبقى كاتبين ان احنا لو حبينا نجدد نجدد بعد كده. يعني النادي هو اللي بيحط شرط ان يبقى سنه او سنتين. تمام. انا قصدي ان ليه، انا بتكلم من الطرفين يعني. يعني انا في الكوره مثلا في نادي يقول لي مثلا تعالى امضي لي سنتين، اقول له انا عايز امضي سنه. وفي ناس نادي يقول لي امضي سنه، اقول له انا عايز امضي سنتين. تمام. فليه النادي دايما بيبقى عايز اللعيب سنتين ثلاثة؟ انا بتكلم في الكوره، ما اعرفش ده في الطايره ولا لا. لا هو بحيث في الالعاب الثانيه، الالعاب الثانيه غالبا بيبقى موسم، يعني موسم، لان احنا ممكن ما نضمنش الظروف ايه، ما نضمنش احنا السنه الجايه مشاركاتنا ايه، او احنا هل هنحتاج لعيب اجنبي ولا لا. فدي في الالعاب الثانيه غالبا بيبقى موسم. كل موسم بيبقى التعاقد بموسم. شايف شكل هنتكلم على الدوري على الاقل يا كابتن حمدي، شكل الدوري العام القادم ان شاء الله شكله هيبقى عامل ازاي في ظل التدعيمات اللي بتدعمها معظم الانديه؟ لا طبعا كل الناس شغاله تدعيم، الفرق المنافسه الشمس والزمالك شغالين، وسبورتنج برضه شغال كويس قوي، سموحه ابتدى يشتغل كويس، فلا هيبقى في منافسه من اكثر من نادي، واداء على المستوى المحلي
احنا طبعا دايما بنشتغل شغلنا ان احنا ما بنبصش للمحل، بنشتغل أكيد. بنبص أكيد. على الابعد، اكيد بنبقى كل شغلنا بيبقى تخطيط للابعد يعني، وفي السكه المحل بيجي يعني فاهمني. فاحنا لما بنشتغل شغل على المرحله الابعد بيبقى بتضمنها المرحله المحليه، بس دي يعني الاهم احنا بنبص على البطولات الاقوى الافريقيه والعربيه وكده. اكيد اكيد يا كابتن. يعني كابتن حمدي صافي، اكيد وانت بتحط السياسه العامه بتاعتك بتاعه السنه او الشكل التدريبي او فتره الاعداد ايا كان المسمى بيكون ايه، اكيد بتبقى حاطط في دماغك نادي معين هيضايقني شويه في البطوله المحليه، نادي شويه هيضايقني شويه في البطوله الافريقيه، اي النوادي اللي بتبقى مقلقه للكابتن حمدي الصافي؟ والله بص احنا على المستوى المحلي قلنا طبعا الزمالك موجود وسبورتينج والشمس، على المستوى الافريقي طبعا معروف فرق تونس وفرق كينيا هيبقى فيهم منافسه شديده السنه دي، خاصة احنا اخذنا منهم كل البطولات السنة اللي فاتت سواء العربية او الافريقية بالظبط. اه ما شاء الله. اعتقد هم هيبقوا في فتم استعداداتهم السنة دي وهيدعموا كويس جدا سواء بمحترفين او بلاعيبة، فيعني لازم هنبقى محتاجة مننا مجهود مضاعف عشان نحافظ على البطولات بتاعتنا. يعني ربنا معاك كابتن. حضرتك طلعت معسكرات خارجية ولا حاطط في فترة الاعداد بتاعتك معسكرات خارجية ولا لاغي الموضوع ده من دماغك؟ لا احنا السنة اللي فاتت عملنا معسكر، الحقيقة النادي وفر لنا معسكر كان قوي جدا في سلوفينيا كان قبل بطولة افريقيا، فغالبا يعني ان شاء الله باذن الله ممكن قبل برضه البطوله الافريقيه لان هي بتعتبر من اقوى البطولات دي، ممكن يبقى في معسكر باذن الله ان شاء الله باذن الله. في مباريات وديه يا كابتن في فرق في دماغك هتلاعبها معينه وبتبقى احتكاك محلي ولا احتكاك ممكن فرقه من بره تجيلك؟ يعني فهمني برضه عشان الناس تبقى داخله معانا في بدايه فتره الاعداد. احنا طبعا اللعيبه لسه ما دخلتش فورمه وبنجهزها وكده، فبنحب نلعب ماتشات متوسطه المستوى عشان كمان كل اللعيبه تشارك، وبنوزع في الماتشات بنلعب ماتشات من 5 اشواط بنشارك كل اللعيبه في الفتره الاولانيه، بنبتدي نتدرب بعد كده ماتشات اقوى شويه مع الانديه اللي هي هتنافسنا محلي، ولو في انديه عربيه او انديه جايه من اي بلد عربي او افريقي جايه تعسكر في مصر بنلعبها برضه، نستغل الفرصه واللعب. يعني يا كابتن انا عارف ان طموحات حضرتك لا تتوقف ومالكش سقف طموح، لكن برضه قول لي طموحاتك المرحله المقبله شكلها ايه؟ والله انا نفسي طبعا انا وفرقتي ان احنا نحافظ على البطولات اللي حققناها السنه دي، خاصه ان الاتحاد الافريقي زود كمان السنه دي بطوله السوبر. بالظبط. هتبقى بطوله قويه برضو ممكن تنضاف للنادي الاهلي، وربنا كرمنا بقى وسمحوا لنا بعد كده مشاركه في بطوله العالم للانديه تبقى حاجه مميزه لينا يعني. يعني يا كابتن اتمنى لك كل التوفيق، انت عارف ان احنا محبين جدا ليك شخصيا، اتمنى لك كل التوفيق مع فريقك الفريق نادي الاهلي سيدات للكرة الطائرة، كل توفيق ليك ولفريقك بإذن الله في الفترة المقبلة.